ومنار الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. حل الضياء بنوركم وزاد السرور بوجودكم، وأسررنا سروركم وما أسررنا سرورنا بكم. السيد الأستاذ الدكتور منصور المنسي عميد الكلية، السيدة الدكتورة أبرار مصطفى إبراهيم وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، السيدة الدكتورة أماني زيدان عبد الله مستشار اللجنة الفنية ومنسق الأنشطة وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، السيد الدكتور وجدي رفعت وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، السيد الأستاذ الدكتور طارق عبد العزيز منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، السادة رؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، السادة ضيوف مدير المدارس ومدرسين التربية الفنية بمدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة أسيوط، إخواني وأخواتي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفلنا الكريم.
في رحاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط العريقة، يسعدنا مشاركة مدارس المراحل الابتدائية بمحافظة أسيوط، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية المشتركة، مدرسة 25 يناير التجريبية للغات الابتدائية، مدرسة أولاد راية الابتدائية، مدرسة النوتردام الابتدائية المشتركة، المدرسة التجريبية المتميزة للغات الابتدائية، المدرسة التجريبية المتميزة للغات رياض أطفال، مدرسة دار الفردوس التابعة لمدرسة دار حراء الابتدائية، مدرسة دار الفردوس رياض أطفال، مدرسة بدر التجريبية للغات الابتدائية، مدرسة الزهراء الابتدائية، مدرسة دار العلم والإيمان الابتدائية. يسعدنا ويشرفنا حضوركم ومشاركتكم في المعرض الفني بعنوان فن رسم الطفل المقام بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2013-2014. تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة. وسيد الأستاذ الدكتور عادل ريان محمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. والسيد الأستاذ الدكتور منصور المنسي عميد الكلية التربية النوعية، حياكم الله وأحياكم. وأبقى وفاكم لأمة زاخرة تصلون تصلون أسبابها وتعيدون لها شبابها. يسعدنا الآن بدء حفلنا المبارك مع تلاوة آيات عصرات من الذكر الحكيم بتلاوة الطالب مصطفى نور الدين بالفرقة الثانية للقسم التربية الموسيقية. خلينا نفكر. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.